أهلا فيكم حبايبي برج القوس في قناتي، راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية أو من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر. القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس، يعني ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بيحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك اذا انت عم تتابع لبرج القوس كروس واتشينج، يعني او عم تتفرج على برج القوس. ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بيحكيها طاقتها تشابه طاقتك. طبعا مثل دائما خذ من القراءة الاشي اللي بتحس انه بيفيدك، لانه القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع، فخذ من القراءة الشي اللي بيفيدك. ممكن يكون في رسالة، مسج، اشي معين بيفيدك، واترك الاشياء الباقية. ما تحاول انه تخلي القراءة تنطبق عليك 100%، لانه مستحيل، هاي possibilities وتوقعات بالآخر. اوكي حبايبي برج القوس، راح نبلش بطاقتك أول، بعدين راح نشوف طاقة الحبيب، طاقة الشريك، خطواتك في المستقبل، خطواته أيضا هو في المستقبل، وشو ممكن يكون مصير العلاقة بينكم أو مصير التواصل بينكم، وبشو راح ينتهي يعني. وإذا في إشي بدنا نوضحه بالقراءة رح نسحب كروت توضيحية لحتى نوضحه. طيب نبلش بكروت النصيحة أول لبرج القوس. برج القوس عم شوف إنه انت حاليا عم تجهد حالك، ممكن بالوضع العملي او بالوضع المادي، وفي عندك اشي عم يجهدك او عم يتعبك وعم يأثر ايضا على جسدك. الوضع عم يأثر عليك من الناحية العقلية وايضا من الناحية الجسدية. فكرة النصيحة بتحكي لك rest and relaxation is essential. انت بتحتاج حاليا الى وقت مستقطع، وقت للراحة، slow down. ايضا نحكي لك انتظر او خلي الامور تيجي مثل ما تيجي، pause and allow things to unfold. خليك في وضع تراقب الوضع حاليا، او تراقب حتى الحبيب حاليا او الشريك. اسمح للوضع انه شوي شوي ينفتح بينكم، او شوي شوي تكتشف اشياء عن العلاقة، او مبين انه انت متسرع حاليا او بدك اشي بسرعة حاليا، يعني بدك هلأ هلأ. في شخص بحياتك او في اشي بحياتك معين عم يجهدك عقليا، وانت بدك يا بدك instant gratification، بدك تحقق هلأ. بس كروت النصيحة بتنصحك انه يعني تتمهل، تستنى، لانه في بداية جديدة راح تيجي عندك. A new beginning with three of emotions او three of cups. حاليا انت راح تمر ببداية جديدة، ممكن يكون أيضا مع شخص عم تفكر فيه، ولكن في بداية جديدة راح تصير بينك وبين هالشخص. في رحلة جديدة راح تمر فيها، وإذا أنت خايف من العلاقة بينكم أو خايف من الارتباط مع هالشخص أو خايف انه الامور تكون بينكم جدية، عم شوف انه بيحكي لك هون في حماية الهية لإلك او معك،
يعني الكون عم يحميك، الله عم يحميك بكل خطوة عم تتخذها حاليا. والوضع بينكم مش رح يكون، عم شوف تري اوف ايموشنز، يعني في عم رح يكون في بينكم احتفالات، رح يكون في بينكم حتى نوع من الصداقة، لأنه تري اوف كابس بتحكي عن فان تايمز أو أوقات مرحة. ففي بينكم رح يصير الوضع رح يكون عفوي أكتر من ما هو جدي، يعني في عندك بداية جديدة رح تصير، رح تكون مليانة بالتفاؤل. فقط بدك تتمهل ورج القوس، ما تتسرع باتخاذ القرارات. هذا كان بالنسبة لكروت النصيحة. بالنسبة لطاقتك أنت برج القوس، في حاليا عم تمر بتستينج اريا أو بفترة امتحانات أو اختبارات، سواء كان بشخصيتك، سواء كان بعلاقتك، سواء كان مع الحبيب. ممكن تكون انت حاليا عرضة الى temptations ايضا، او حاليا انت ممكن تكون عرضة الى اغراءات الحياة. ايضا بدك تنتبه من العادات السيئة، يعني ممكن تكون انت حاليا محوط بعادات سيئة، سواء كانت من lust او شغف تجاه الشخص او اشياء يعني، او علاقات جنسيه، او سواء كان من addictive behaviors يعني ادمان على مخدرات او اشي مثل هيك. بدك تنتبه من اي temptations او اي اغراءات، لانه انت حاليا عم شوفك بمطرح محطوط فيها. الى انه اذا مش هيك الوضع بالنسبه لإلك، في شخص بحياتك حاليا انت منجذب جسديا لإله بطريقة كتير عالية، عم تحس انك مربوط فيه روحانيا، عم تحس انكم مقيدين او مربوطين ببعض. ولكن عم شوفك في نقطة او في وضع صارم او في قرار اخترته وما بدك تتنازل عنه، يعني في نقطة عندك هون، في عندك الستيك هاي وعندك السيف هون، يعني انت ماسكهم ومش مستعد تنازل عن قرار او عن اختيار انت اخترته. عم تعامل الوضع بطريقة كتير قاسية او كتير منطقية، برغم المشاعر اللي انت عم تحس فيها، عم شوفك الى انه عم تتخذ الطريق العقلاني او عم تتخذ طريق تحليل الامور اكثر بما انه تعتمد على عواطفك. بالنسبة للحبيب او الشريك اللي عم تتعامل معه، عم يحس انه انظلم، لانه في عندك جاستس، فهالشخص بده بالعلاقة يكون في توازن بالاخذ والعطاء، وهو بيحس انه للبعض منكم اللي منفصلين، هو بيحس انه ما كان في توازن بالاخذ والعطاء بالعلاقة، هو اللي كان بيعطي اكثر بالعلاقة، بيحس هيك. فهو حاليا بفترة راحة او وقت مستقطع عم يحاول يستشفي فيه. عم بشوف ايضا انه هو ممكن يكون اكبر منك بالسن، في بينكم فرق بالسن، ممكن يكون هو أكبر منك بالسن، أو ممكن أنت بتحس أنك ممكن تعتمد على هالشخص أيضا، بمعنى أنه بتحترم قراراته أو بتحترم آراءه، أو هالشخص أثبت لك أنه هو متوازن بأخذ القرارات أو بيحلل أيضا القرارات بطريقة منطقية. فهو حاليا عم يشوف أنه انظلم بالعلاقة وعم يحاول يستشفي. بالنسبة لخطواتك أنت بالمستقبل، عم شوفك
في عندك أمنية ممكن بدي أحكي على الأبراج اللي عم تتعامل معها، لأنه دائما بنسى الأبراج، بركز على طاقة أكثر من الأبراج. الأبراج اللي ممكن عم تتعامل معها، ممكن تتعامل مع برج الميزان، أبراج هوائية، أيضا في عندك برج الجوزاء، والغالبية أبراج هوائية، أبراج مائية، بس بتوقع هوائية لأنه الميزان هوائي، الجوزاء هوائي، فبتوقع البرج اللي عم تتعامل معه يكون هوائي، أو في كتير طاقة هوائية عنده بالخارطة الفلكية. بالنسبة لخطواتك بالمستقبل، أنت عم تشوف هالشخص عم تعتبره السول ميت، أو عم تعتبره رفيق درب. أيضا بالمستقبل برج القوس راح تنحط بمطرح إنه بدك تختار بين شيئين أو بين شخصين، لأنه the lovers بيحكي على soul mate، ولكن أيضا بيحكي عن اتخاذ قرار بين شخصين أو بين شيئين، مثل two of pentacles الجوجلر. فهل الكرت بيشبهه إنه بالمستقبل راح تنحط بمطرح إنه لازم تختار بين شيئين أو بين شخصين، وأنت ممكن عم تتهرب من اتخاذ هالقرار حاليا، أو عم تحاول تبعد عن هالطاقة، عن هالإنرجي، ما بدك تختار قرار حاليا. ولكن عم شوفك عم تبعد عن إشي معين، أو بالمستقبل في نوع من الويش فولفيلمنت. انت اوبتيمستيك، عم شوفك انت متفائل اكثر بالوضع، لانه عندك ذا سان كارد. طاقه ذا سان كارد بتشبه طاقه برج القوس كتير، لانه برج القوس دائما متفائل، سريع، اذا صار اي شيء بسرعه 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 بتتعافى منه. ف طاقتك بالمستقبل عم شوف انه انت يعني بدك تاخذ، صعب عليك انك تاخذ قرار، لانك بدك الامور تضل كتير عفوية، ما بدك الامور تكون جدية، وانك تاخذ قرار بين شخصين او بين شيئين يجي يعني كتير جدي، بده بيحتاج طاقة كتير صارمة منك. عم شوفك لكن بدك تروح في طريق wish fulfillment، او امنية بدك تحققها. ممكن ايضا عم تتجاهل مشاعرك، انت ممكن بالمستقبل رح تتجاهل المشاعر وتختار المنطق اكتر من المشاعر، يعني رح تبعد عن عرض حب او عن شخص اعتبرته امنية بحياتك او كان بدك توصل له، ولكن عم شوفك عم تبعد عن الوضع لانه بتحس انه صعب، او صار في بينكم بلوك، او صار في بينكم عائق كبير مش عارف انت تحله. هلا بالنسبة لطاقة الحبيب او الشريك بالمستقبل، عم شوف هو عنده empathy، عنده تفهم اكتر للوضع، ولكن هالشخص ما بيحب يخسر، بمعنى انت عم تتعامل مع شخص عنيد وبده العدالة، ممكن هالشخص بده اعتذار منك ايضا، لانه عندك five of swords، فهالشخص متمسك برأيه ومش رح يتنازل. عم شوفه هون ما بده يتنازل عن رأيه، لانه عم يحس انه اساسا من البداية انظلم بإشي معين، او انت ظلمته، او العلاقة بينكم ظلمته عاطفيا، فهو بيحس انه بده نوع من الاعتذار، وبده عم يركز كتير على التفاصيل الصغيرة ايضا هالشخص، يعني عم يركز على الحكي اللي عم تحكيه معه، على اي اشي، اي كلمة بتحكيها هالشخص بيحللها كتير، بيفكر فيها كتير، وبيدرسها كتير.
طيب بدنا نشوف انت هل ابتعدت عن هالشخص يعني، او بالمستقبل هل راح تقرر انك تبعد عن هالشخص فعلا، او ان او هل انت في طريقك الى هالشخص؟ يعني كيف الكون مرتب لك الامور؟ بدنا نشوف اول اشي. طيب عم شوفك انت بدك وقت مستقطع، عم شوفك بدك فترة هدنة مع الشخص. في عم شوفك بالفعل يعني بالمستقبل طاقتك، لانه هون بيحكي لك سلو داون، ذكرت النصيحة بالبداية بس حكينا كان فيها سلو داون، بدك تتمهل قبل ما تاخد قرار. ف انت بالفعل بدك تتمهل لتاخد قرار، لانه عندك فور اوف سوردز هون، فترة انت وهو بنفس الطاقة اذا بتركز، نفس الكرت اجاكم، بس هو حاليا بهالطاقة، يعني هو حاليا عم يستشفي بهالطاقة. انت ممكن تكون مشغول باشياء حاليا بحياتك، ولكن في المستقبل انت اللي طاقتك رح تكون نفس طاقته حاليا، يعني انت اللي رح تستشفي، او بدك وقت مستقطع. طيب بدنا نشوف يعني مبين انه انت بدك بريك من الوضع. بدنا نشوف الحبيب، هل ناوي يقوم بخطوة او بالتواصل تجاهك، او شو هو العائق بينكم؟ يعني بدنا نوضح طاقته بالمستقبل اكثر بشكل عام. فهالشخص بده تواصل معك عم شوف، وبده بدايات جديدة معك، ولكن عم شوف انه البدايات الجديدة اللي هالشخص بده اياها بده تكون ملموسة. يعني هالشخص عم شوفه ما بيحب ما بيحب الحكي، وبده الاشياء تكون منصفة، يعني العلاقة بده اياها تكون جدية بينكم. عم شوف ايضا هو عم يحس بمنافسة كتير، ممكن انت تكون برج القوس محوط او حواليك اشخاص كتير، اصدقاء كتير، وهالشخص عم يحس انه في منافسة بينه بين الاشخاص الاخرى، مشان هيك هو سحب حاله من العلاقة عم شوف هون، او عم يحاول يبعد لانه هالطاقة مش كتير بتعجبه. ايضا بيشوف انه الحكي دائما بينكم، لانه هاي ورقة تواصل، ورقة كوميونيكيشن، فالحكي دائما بيشوف بينكم، كل ما بيصير في بداية جديدة بيصير في بينكم تاتش كونفليكت، مشاكل، نزاع بالحكي، مخاصمات، مجادلات بالحكي. ف بيشوفك هالشخص متهور بالحكي، او سريع بالحكي، او ما بتفكر كتير، او ما بتفلتر الحكي كتير قبل ما بتحكي. وانت يعني برج ناري، اللي بقلبك على لسانك بتحكي على طول، بما انه هو مبين انه برج هوائي فبيحب يحسب كل اشي قبل ما بيحكي فيه. ف عم شوف انه انتو الاثنين روحانيا كتير متواصلين مع بعض، ممكن ما يصير في بينكم حكي بالفترة القادمة، إلى أنه عم شوفكم عم تستشفوا، وهالشخص عم يحس أنه انظلم معك، أو هو كان كتير جدي بالعلاقة وأنت كنت عفوي مثلا، لأنه مبين أنه في أوراق مختلفة بينكم، أوراقك أصغر من أوراقه. ف
هالشخص أيضا عنده تخوف من أنه يقوم بأي خطوة أو يصير في بينكم أي تواصل، لأنه دائما كل بداية جديدة بيصير فيها كونفليكت وبيصير فيها تاتش بالتواصل. فأنتوا في عندكم عدم تفاهم، عم بشوف في عندكم عدم تفاهم كتير كبير، فبيحتاج إلى مرونة من برج القوس. بيحتاج منك انك تكون مرن وتفهم هالشخص جاي من وين، يعني مش فقط اي اشي بتحسه بتحكيه على طول، يعني ممكن اشياء انت ما تفكر فيها ولكن ممكن تجرح الطرف الاخر او تحسس منها الطرف الاخر. وعم شوف الطرف الاخر بيحتاج انه يكون منفتح اكتر بدل من طاقة الهدوء او عدم الحكي، بده يعبر اكتر. فعم شوف انه بالمستقبل افضل اشي العلاقة الطاقة المشتركة بينكم، افضل اشي اللي ممكن تساووه حاليا في المستقبل انه تركزوا كتير على التواصل. بدك تركز كتير على التواصل مع هالشخص، تنتبه على نوعية الحديث أو الحكي اللي بتحكيها مع هالشخص، لأنه الكونفليكت بينكم أو النزاع بينكم أو الأمور الصعبة بينكم، لأنه في عندكم كتير عدم تفاهم من ناحية الحديث أو من ناحية الحكي. ايموشنلي عاطفيا كتير قريبين من بعض، روحانيا كتير متصلين ببعض، بس عقليا بالحكي بالتفاهم العقلي كتير في بينكم كلاش، صدام، تصادم، في كتير بينكم تصادم. فأفضل حل بالمستقبل إذا صار بينك وبين هالشخص لقاء أو حديث، لأنه بين أنه أنت بدك معه بداية جديدة وهو أيضا بده بداية جديدة، ولكن دائما بتنتهي بنزاع أو بكونفليكت، فهو خايف أنه يتخذ قرار. فالأفضل أنه فقط تنتبهوا على طريقة الحديث مع هالشخص. أوكي حبايبي برج القوس، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم.